ولا احنا حاجة؟ بنشجع الاستثمار يمكن، ولكن برضو كان في قصة وموضوع كنت اتكلمت مع حضرتك فيه وسمعته منك في احدى البرامج واحدى المواضيع، ان انت قلت ان في مستثمر اتعرض لعملية نصب. دي حقيقة، ده موضوع كبير بقى. ده بقى الحالة معاكسة، ده ها، راجل مستثمر عربي ودكتور وليه اسمه في الوطن العربي، وجاء مصر عاوز يستثمر ويعمل مستشفى عشان يعالج المصريين، نفس الموضوع كده. يعني ده واحد ده تاني واحد غير تاني، واحد تاني الأول. خالص، حالة مختلفة. احنا بنتكلم جايبين الحالة والنقيض بتاعها. الراجل ده ضخ حوالي 15 مليون جنيه واشترى مبنى من 5 أدوار في حتة في العجمي في الكيلو 17.5، وللاسف بعد ما جهز المستشفى، وانا حضرتكم الورق بتاع في الكنترول بتاع شركه الاستثمار كانت اسمها مستشفى الاميره في الاسكندريه. طيب الورق موجود نعرضه كده؟ يا ريت حد منهم بس من الكنترول يعرض لنا. راجل بعد ما كلف واستثمر وضخ فلوس، فوجئ ان الراجل المقاول اللي باع له واخد ال5 أدوار وباعهم لواحد تاني، والراجل اصله سافر بره، بيروح وبيجي ما بيقعدش كتير في مصر. فوجئ ان المقاول المحترم المفروض يعني ان هو راجل خد فلوسه وخد منه كامل حقه، فوجئ ان واخد المكان وبيعه تاني لناس تانيه. والناس للاسف فاتحين في محل تجاره كبير قوي في اسكندريه اسمه بيت الجمله. وفوجئنا ان الراجل ده على فكره هو مشهور عنه كده، عنده حاسه للاسف برضك بنفس طريقه البلطجه اللي بيعملها، قتل واحد باللودر عشان برضك مختلف معاه على موضوع عماره وبنى. يعني معاه حوادث كتير. وفي موجود في القنوات التلفزيون المصري عرض له حالتين، حاله مشهوره بتاعت اللودر اللي دهس واحد موته، ما هو ده المقاول، نفس المقاول اللي اخذ من الراجل المستثمر العربي ده المبالغ دي واكل عليه حقه. واحنا عاملين بلاغات، وانا بناشد من عندي كده السيد مدير امن اسكندريه والسيد المحامي العام لنبات غرب اسكندريه ان الراجل ده حط كل ما يملك وجاي عايز بيحب مصر وعايز يستثمر في مصر. احنا مش عايزين اي اسماء، احنا يعني انا لا، ما هو احنا طيب عاملين أنا اجراءات. ما انا فاهمه ان الاجراءات طبعا وكده، دي الاسماء بقى براحتك في الاجراءات وفي القواضي وكده، بس احنا زي ما قلت لحضرتك مش من عايزين شويه اسماء. احنا في دوله قانون. انا عايز اعرف ايه الاجراءات اللي حضرتك هتعملها للمستثمر. انا بالفعل عملنا محضر في اسم الدخيله بالواقعه، وقدمنا بلاغ للنائب العام بعد كده عشان ناخد عليه قرار تمكين، وعملنا دعوه نصب للراجل المقاول المفروض بلد بيشجع الاستثمار، هو يدي الناس حقها، مش ياخد المبنى يبيعه مرتين ويدي الواحد يعني يعني الشركه اللي جايبها. ما هي المشكله في كده، جاب شركه لها اسمها في اسكندريه بيديها المكان بحيث يبقى انتوا بقى تفاصلوا مع بعض. بدون ذكر اسماء، ولكن احنا يمكن بنعرض المشكله دي علشان نعرف الناس يعني ان لازم يبقى في اجراءات قانونيه. يعني لو انت مقبل على ده او بتعمل حاجه زي كده لازم. هو الراجل خد اجراءاته وزي اي واحد مستثمر، وجاب المكن بتاعت المستشفى واستعمل استيرادات وعمل وعمل وعمل، بس هو مشكلته انه سافر مده 4 5 شهور وراجع لقى الوضع زي بالشكل يعني ده. في حاله ان انا لو المبنى مقفول ممكن يكون مش بتاعي بعدها؟ لا هو مش بتاعي، هو الفكره في ايه؟ هو الراجل المقاول ده استثمر ان هو مسافر وجاب المكن وغير معالم المبنى من جوه واجره الناس ثانيه وباع جزء الناس ثانيه، وبحيث هو اخذ الفلوس وانتوا بقى اتخانقوا مع بعض. انا بعيد، انا بستثمر، هو بيستثمر دلوقتي في القاهره في حدائق القبه اللي هو الواقعه الشهيره بتاعت اللودر يعني. طب هو ازاي يقدر يرجع له حقه؟ هي طبعا ان شاء الله هيرجع له حقه، انا ما عنديش شك في كده خالص، بالعكس. بس هو الفكره بقى انا طالع النهارده عشان نحاول نوصل صوتنا لكل واحد يعني بيستثمر فلوس في مصر. احنا دلوقتي بنحاول نشجع الاستثمار، لما واحد يدفع رقم زي ده ويروح عليه مجرد انه سافر بره 5 شهور ومتاخر شويه. لا هو طبعا عمل لي توكيل وعملنا اجراءاتنا المتابعه بتاعته وماشيين في اجراءاتنا، وان شاء الله حقه هرجع له وهيطلع ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. طيب انا عايز اسالك بقى في الحالات دي، لو احنا عايزين بعد كده ان المستثمر اللي يجي وان هو يفكر يشتري حاجه، ايه ممكن اللي تحميه من المشاكل هو وقع فيها بالفعل؟ انا معاكي، هو بقى الغلط اللي وقع فيه ان هو ما دخلش على السفاره بتاعته او راح لمسؤول، هو اتعامل مع نفسه ودخل على مع سمسار وداه العماره، العماره شاف المكان عجبه يعني، ما دخلش ما تركش الابواب الرسميه، هو ده تكلم يعني، هو ده الغلطه الوحيده. هو كان معاه محامي اصلا ولا ما كانش فيه؟ كان معاه فتره معينه محامي، وللاسف برضو يعني اختلفوا مع بعض وانهى الاجراءات بتاعته وما كملش،
وهو حصل له مشكله يعني في بلده، يعني في مشكله معينه، فاضطر ان هو يرجع وكده. بس بيتهيألي هو أأمن حاجه، او ان انت لما تحط مبلغ زي ده او تحط مبلغ اصغر او اكبر، ان لازم يكون محامي، لان المحامي هو بيبقى فاهم في الاجراءات دي اكتر مننا. والله يا فندم اقول لك حاجه، المحامي هيعمل دوره وهيكتب عقود، لكن المحامي مش هيروح يحرس له المبنى. المحامي مش هيتابع. هو للاسف حط المبلغ ده وخد 5 أدوار وجهزهم وقدم في شركه هيئه الاستثمار على شركه مساهمه، طلع ترخيص المستشفى وعمل اجراءاته، وكان بصدد يكمل بقيه الاجراءات ويعمل المستشفى كويسه. وعلى فكره العلم الراجل ده كان ناوي يعمل في المستشفى، هو راجل خير يعني، كان ناوي يعمل قسم مجاني يعني هياخد يومين كده للكشف المجاني والعمليات الحرجه. وللاسف يعني هو يعني اصطدم بالواقع اللي قابله في الجزئيه دي يعني.